السلام عليكم، انا كريمه حموده. انا كنت خدامه الفرن ديالي، وواحد النهار عيطات عليا الوقافه في الليل بدري، قالت لي غدا راه ساعات خدمي في الليل والغدا. قلت لها شنو غنخدم؟ قلت لها تخدمي لامبيسه. ومشيت درت شكاية على مدير الشغل، ما عبرش بيا، ظرفيه ملي مشيت عندي ظرفيه، قال لي ما عندي ما ندير لك، سيري تخدمي خدمتك، كاينين الناس كيقلبوا على الخدمه ما لقاوهاش. ومشيت غيبت 3 ايام وليت عودت خدمت، وكيجيبوا لي البرميل ديال الصوصه شوف يدي، وانا خدامه على جوج اسرات. دابا جلسوني باش غنخلص هاد الكره، كون كاينين عواليدي حدايا ما عرفتش، وهما جلسوني دابا سي حتى الدواء الصوصه ما عطاوش ليا، الدواء ديال الحريق ما عطاوش ليا. 3 ايام وانا كنحك بهاد الحال هادي، 3 ايام وانا كنحك الحيوطه بهاد الحال. ولا عام هذا كيحكوا بيا الارض، ما خلاو بيا الملامح، ما خلاو بيا الصوصه، ما خلاو بيا لامبيسه، وانا صابره ما عنديش الصحه، عندي الاعصاب، عندي الوراق الطبيب. هاد الصوصه خطيره، وهي حرقتني من وجهي وحرقتني من يدي 3 ايام هادي، وانا ما لقيت حتى باش نشري الدواء العيد، ما شريتوش، ما مشيت حتى لدارنا، ما مشيت حتى لوالديا، ما مشيتش. الله يحسن العون، الله يحسن العون. شحال انت خدام في المعمل؟ شحال 13 عام. والوضعية ديالك الاجتماعية في العائلة وداك الشيء، شحال عندك العيال؟ عندك عندي بنت، عندي بنت، ورجعوني الليل وكنسد عليها كاليا بيت في السطح الحرارة، كنسد عليها الليل كامل من 8 د الليل حتى 7 د الصباح، وأنا سد عليها، كنجي كنلقاها مسهوتة، عييت من الرغب فيهم، ونقلوني من الخدمة ديالي اللي عاد تصلح لي نقابل بنتي، ورجعوني الصوصة الليل عا كتشوفني كندخل كتعمر لي البرامج الصوصه، كتقولي حكي ذاك الحيط، حكي ذاك الباب، حكي هذاك، سيري الماكينه، كتخدمني في الماكينه ما كنعرفش ليها، وانا 13 عام عمرني خدمت في الماكينه. ملي وريت ليها يدي البارح قالت لي انت ما محروقاش هنايا، انت جبتي الميكروب لهنا. مشيت للاداره دارت فيا قالت لي ما تهضريش، سكتي سكتي ما كيخليونيش نهضر. لغه القمع، حتى في انك ناقش مشكلك معاهم، عندك مشكل وطلع للاداره، غير بعدا في الدخول للاداره بديك الحواجز اللي دايرينها بديك السياسه، راه كيتعاملوا مع هاد العاملات بحال شي، صراحه ماشي مواطنات، كيتعاملوا معاهم بحال شي حشره، فهمتيني؟ بحال شي ما كنحشم نقولها انا، لان هو فهمتيني، لان هو بنادم. سؤال شي سؤال اخر، مشيتي عند الطبيب درتي شي ما مشيتش، ما عندي باش نمشي، درتي شي حاجه، شريت بوماد اللي شريت من الفرماسي، ما عندي باش نمشي. دابا نشوفوا هاد الامر، لا دابا حادثة شغل اللي كنسمحوا فيها، هذه خصو يديوها الطبيب. بعد هذه حادثة شغل خصها تمشي للطبيب، تجي للكلينيك. مشيت للإدارة جرات عليا، مشيت للإدارة جرات عليا. هذه ماشي دابا دابا أصلا، هذه ماشي زعما غنقولوا واش مشات هي، هذه بلاسورانس ديالها كتخلص لاسينيسيس، الضمان الاجتماعي ديالها، تعود على المرض، كلشي ديالها. كنقولوا العملية كيفاش كيتم التنصل من هادشي الحوادث الشغل، ها؟ وكيفاش كيتم التنصل من هادشي ديال الامراض المهنيه. نقول لكم واحد المساله، هاد المعمل هذا بعدا راه هادو اللي كنقولوا عليهم خدموا 17 و16 و15 عام، راه كاملين بهم مريض امراض بالبروده. علاش؟ ايوا، حيت اصلا المعمل خدام بالفريقوات، وملي كنقولوا امراض بالبروده المراه كتوصل الله يحسن العون واحد الوقيته وخدمت مده طويله كتسوعك بالبروده، ملي كتمشي للطبيب وهذه تمشي تمشي كيقول لها لا دخل تخدم، ما فيك حتى حاجه. هذه امراض مهنيه اللي خص عاوتاني الجهات المسؤوله، المندوبيه الاقليميه للشغل دير الدور ديالها، تراقبوا في هذا الشيء. هذا دابا هذا الشيء اللي سمعته اليوم غير شويه من بزاف، صراحه هذا الشيء غير شويه من بزاف اللي هذه 3 سنين، اللي هذه 3 سنين وحنا كنحاولوا نعالجوه بطرق حضاريه بطرق سلميه. حنا كنقابه كاتحاد اقليمي المنظمه الديمقراطيه للشغل، كنقابه مسؤوله ببعد وطني صادق، من نهار الاول قلنا للشركه حنا عارفين المشاكل ديال 14 عام والعقليه اللي سيرت الشركه 14 عام، صعيب على انها تقبل نقابه داخل الشركه. قلنا لهم هيدنا نحلوا المشاكل ديال الشركه بشويه بشويه. دابا من خلال الشهادات اللي سمعتوا ديال العاملات، هادو شهادات بسيطة، هاد السيدة يلاه عاد جات دابا المقر، هادي مول خريطة النقابة يلاه عاد جات كتقول لك تحرقت
ما داها فيها حتى 3 ايام وهي مسكينه كتقطع ما داها فيها حد. هذه حاجه ديال الشغل. مي وقع لها هادشي خاصها تهز للكلينيك عندها لاسيرونس ديالها. يا كيخلصوا لاسيرونس شنو تخسر الشركه اللي داتها للكلينيك؟ انا بغيت نعرف هذه وقعت لها حادثه شنو تخسر الشركه اللي داتها؟ لا لاسيرونس خلصت لها الواجبات ديالها من شهر جوج لدابا. هذه ما عندها لا فلوس الدراري ما مخلصه ما والو. واش انا كنقول لهاد المسؤولين ديالنا كاملين السيد الباشا السيد المدقق ديال الشغل السيد العام السيد الوالد واش يرضاو الرعايا صاحب الجلاله يكون الوضعيه ديالهم هذا؟ واش يرضاو النساء المغربيات في الحقوق اللي جابها جلاله الملك يكون الوضعيه ديالهم هو هي؟ واش هذا هو الاستثمار الاجنبي اللي كنتظروه؟ واش هذا هو الاستثمار الاجنبي اللي يحفظ الكرامه ديال النساء المغربيات؟ حنا كنقولوا ماشي حيت قصر واهم اللي اعتقد اننا حيت قصر. هاد الناس عطيناهم عهد الله والله ما نتراجعوا ولو على قطع رقابنا. يا يكون القانون يا تكون دولة المؤسسات ولو نبقاو فينا غير عرق. اليوم ما نعسينش اليوم ما نعسينش هاد الليلة بيضاء ونزيدوا ليلة بيضاء اخرى وندخلوا في اضراب عن الطعام. انا كنقول شخصيا وهذا الاتحاد الاقليمي تعهدنا عهد الله ندخلوا في اضراب عن الطعام مفتوح وخلق في عرق وراه كيعرفوا شكون هو لطفي وكيعرفوا شكون هو الاستاذ منتوبي وكيعرفوا شكون هي السداوات وخا يبقى فيا عرق من حد شي عميله مقطع على الطرف الخبز ديالها والله لا رجعنا للور. وكل واحد يتحاسب على اي حاجه دارها. الا حنا درنا شي حاجه خرق القانون عيب عليهم ولا شي واحد دار شي حاجه خارج القانون تعدى على شي وحده يتحق. حنا كنطالبوا غير بتطبيق القانون ما كنطالبوا لا بطوموبيلات لا بشي حاجات زايده لا حنا كنطالبوا هاد الناس ياكلوا الطرف الخبز في هذيك الشركه. الحدود شهر جوج كيدخلوا العاملات كيف يعقل يجي في شهر خمسة يقول لي لا انا قبل 2200 هو غير في شهر جوج كيقبل العاملات؟ كيف يعقل عامله عندها 17 عام يقول لك جلس في حالك ويدخل وحده عندها 6 شهور؟ حنا كنقولوا ما نتخلوا على اي عامله من عاملات الشركه وخا يكون في عمرها شهر في الشركه من حقها ترجع لان الطرف ديال الخبز. جلاله الملك نهار اللي دار صندوق كوفيد والنهار اللي خدا الاجراءات كامله كان بهدف الحفاظ على مناصب الشغل. هاد الناس 17 عام هي كتربح ما نقبلوش انهم في عام واحد يقطعوا الطرف ديال الخبز ديال 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 عباد الله من غير ما نعقلوا. 17 عام هو كيربح ما فيها باش يضحي واحد العام مع هاد الناس ما فيها باش يصبر مع هاد الناس تدوز هاد الازمه ان شاء الله ونتخطاوها كاملين. هادشي اللي كنطالبوا الناس تبقى محافظه على طرف الخبز ديالها في الشركه. واش هذا مطلب تعجيزي؟ واش هذا شي مطلب كبير؟ الشركه كتبني واحده جديده عندها خاويه كاينه باقي بلايص خاويه في الشركه حتى ديك المنطقه التباعد باقي كاينه يمكن اللي يدخل عباد الله. كنتسالوا علاش ما يدخلش عباد الله؟ كنتسالوا علاش ما كايناش الشفافيه؟ علاش ما طبقتش القانون في العوده للعمل؟ علاش خلاوه يدير ما بغى؟ كيف يعقل وحده عندها الرقم ديالها 26000 22000 خدامه وحده عندها 200 300 الرقم ديالها جالسه ما خدامينش جالسه يشرحوا لنا حنا عاد جالسين في الديار. انا باش نكونوا واضحين حنا ناس مسؤولين عندنا موقعنا السياسي عندنا موقعنا النقابي عندنا التزامات تجاه هاد الناس وامام الله سبحانه وتعالى. وهاد الالتزام مع الله ومع هاد الناس اكبر من اي حاجه اخرى. وحنا جميع الاشكال النضاليه اللي عبر عليها السيد الكاتب الاقليمي سناخذها الى ما لا نهايه في احترام تام للقانون. حنا كنقولوا من هنا جميع الاشكال النضاليه اللي غنخذوها نحترموا فيها القانون، نحترموا الاجراءات الاحترازيه، نحترموا التباعد، نحترموا الكمامه. ولا كان عنده شي واحد شي قرار ديال المنع نتمنى انه يكون قرار منع معلم بالقانون. وحنا نمشيو للمحكمه الاداريه. اي واحد دار شي تجاوز وشي شطاطه استعمال القانون راه حنا نمشيو مع المحكمه الاداريه. من هنا الفوق كاين القانون وكاين النظام في احترام للقانون. وبيناتنا هاد وما نقبلوا حتى واحد انه يتعسف على حقوقنا اللي كيضمنوا لنا الدستور واللي كيضمنوا لنا القوانين ديال البلاد في التظاهر السلمي في اي ظرفيه كان. وحنا كنقولوا نحترموا القانون. حنا اضراب على الطعام اللي يبدا نهار الاربعاء يكون 20 واحد في المقر يعني في احترام تام للقرار ديال وزاره الداخليه
20 واحد تكون فيها جميع التمثيليات ديال العاملات، يكون اعضاء الاتحاد الاقليمي، يكون اعضاء المكتب، يكون عندهم امراض مزمنه، يكون اللي عندهم اللي موقفين على العمل واخا ما عندهم حتى، يعني جميع الفئات تكون ممثله هنا. والعاملات اللي يكونوا خدامين ديالنا في الشركه يكونوا يضرب على الطعام وما كيشتغلوا، واللي جالسين في الدرا يديروا يضرب على الطعام وما في الديور ديالو، واللي كتبقى الصلاحيه لجميع العاملات انهم يختاروا المكان اللي بغاو يديروا فيه يضرب على الطعام، وفين ما بغات توصل توصل. انا شخصيا ما نقبلش نجلس في الدار ديالي هاني وواحده اخرى ما عندها ما تاكل وما عندها باش تخلص كرام عندها باش تشري الدواء. كونوا صراحه، حنا نقابه يندفعوا على الناس ينشدوها جوج الهضرات، يا يخليونا ندافعوا على حقوق الناس بالقانون، يقولوا لنا شدوا النقابه من غدا نشدوها، وقولوا عباد الله راه ما خلوناش نمارسوا الحريات والحقوق اللي كيضمن لنا الدستور والقانون، والله من غدا نشدها. نتمنى ملي يصدر القرار لهذا اللي يصدر القرار المنع قلنا بانكم راه ممنوعين، من غدا نشد المقال ونقول لهم واقع عباد الله راه ما خلوناش نديروا النقابه، ما خلوناش ندافعوا على الحقوق والمصالح ديال واللي كيدرع في اطار تحديد المسؤوليات. يعني بالنسبه يكون نتوما لما كيتحملوا المسؤوليه في اوضاع الاجتماعيه ديال العاملات، يعني في اطار المرجعيه القانونيه لحمايه الشغل، يعني الاستقرار ديال الشغل الى اخره، وحتى الحكومه اللي كتقول بها انها كتدفع في اطار استقرار الشغل. لاحظنا من خلال الاحداث اللي وقعت اليوم كيبان بان هناك تواطؤ ديال الجهات، يعني السلطه الجهات المسؤوله، يعني هناك تلاعبات بالحقوق ديال العمال، محاوله ديال التملص من تطبيق ديال القانون، محاوله الالتفاف على الحقوق ديال العاملات، يعني مثلا في استقرار الشغل هما كيعملوا مثلا تعويضات، يعني نقولوا مثلا بريمات، يعني مكافآت ولا هذا، يعني بالنسبه لكم انتوما يعني احنا في الوضع الحالي، وصلنا لواحد المساله فيما يخص تحديد المسؤوليات. اذا من بعد هذه العمليه وصلنا لها، من بعد ما حيد داك الاتفاق ديال ابريل وجبنا فيه واحد مجموعه مكتسبات العاملات، بدات واحد المناورات اخرى معنا، العلاقه معنا ساهمت فيها واحد المجموعه ديال الاطراف. سنه ونصف خرجنا بحوارات قولوا فارغة، ماشي لأنه غير داك الباترون راسو ناشف، لا، هو فعلا الباترونة كتحمل المسؤولية، وانتوما شفتوا هاد الناس منين كيتشكاو الأوضاع وشنو هما كيديروا من ممارسات، هادي راه شهادات قليلة. أول حاجة كيتحمل هاد المسؤولية الباترون والإدارة ديال الشركة، لكن في بعض الأمور اللي هي باينة للعيان في القانون كتحمل السلطة التنفيذية، ونقولوا نيشان في شخص سيد الباشا وسيد المدير الإقليمي للشغل كيتحملوا المسؤولية القانونية. علاش؟ لأنهم ساكتين على خروقات قانونية، لأن شنو القصد ديال سيد الباشا؟ هو تطبيق القانون، والمدير الإقليمي للشغل تطبيق القانون فيما يخص الأجراء، هذه خدمته عليها كيتخلص. إذن ملي نلقى بحال هذه المشاكل ومشاكل اخرى وكيتوجهوا بشكايات للمندوبيه الاقليميه للشغل والسلطات، وهذه المشاكل ما كتحلش، والنقابه كتقول ويك ويك عباد الله الله من هذا منكر وما كتحلش، اذا هذه الاجهزه بدورها كتحمل مسؤوليه على داك الشيء. خرجنا بقرار، هذا راه قرار اللي خرجنا به، ما بقيناش كنعتبروا السيد الباشا وسيط في العمليه ديال فض النزاعات. لمسنا ان السيد يؤازر الباترونة في الخروقات ديالها. هاد العملية لمسناها شوية بشوية حتى خرجنا لشي حاجة كنقولوا ما فيهاش الشك. وصلنا أن هاد الناس، هاد المدير الإقليمي للشغل السيد الباشا كيدافعوا على خروقات الباترونة، وهي خروقات قانونية واضحة. بدل ما يقولوا له أجي يا فلان طبقنا القانون، لا راه كيدافعوا عليه. الحقيقه هي هذه، ملي نقول لك اودي راه الشركه ما كتحترمش الاجراءات الاحترازيه، وراها شنو دارت في النهار ديال 9/7 انها دخلت عمال، جات لجنه المراقبه وهربوا عمال قاعه الالبسه ودخلوهم وقالوا لهم سكتوا ما تهضروش وغلقوا عليهم، ونقول لك هذا المعطى وتقول لي لا ما كاينش، كدافع عليه. نقول لك هذا المعطى
خصك تفتح تحقيق، يا اما تحاسبني انا اللي قلته خرج كاذب، او تحاسبه هو اللي خرق، حيت المساله ماشي هي فوضى. وهاد الهضره اللي كنقولوها راه فيها مسؤوليه قانونيه. مفروض انك تفتح محضر، راه انت راه من الاجهزه اللي كتراقب الاجهزه هذه الاجراءات الاحترازيه، فين دورك؟ انا قلت عتهجم عليا، انا قلت مفروض قول لي يا نصنتو جبنا شنو الدلائل ديالي، عطيناه الدليل داك الساعات ديال المراه كانت معانا شهدت نيشان، سمع الشهاده المدير الاقليمي للشغل وسمع الشهاده السيد الباشا، وما بغاوش يعطيو الامر اهتمام. وملي هي هكا هذه علاش تعاقبوها بالاجراءات الاحترازيه هذه السيده هذه وطردوها؟ القانون واش كيطبق على الدرويش ولا واش حيت هذاك عنده الفلوس ما يطبقش عليه القانون؟ ايوا حنا كنعرفوا هذيك الاردره ديال الدوله مشجعه داك الباترون بزاف، اطار تشجيع الاستثمارات الاجنبيه مشجعه وعطيها تشجيعات في الضرائب على هذه واحد العادات ديال الامور، ولكن مفروض انه يلتزم بالقوانين البلاد، مفروض فيه يلتزم بالقوانين البلاد، ومفروض فيه انه يحمي الكرامه ديال العاملات، وما يعتبروهمش راه ماشي عيب ناس بحال هذه دابا اللي هي مسكينه ضرت ومشات تصيفطها للدار، راه بحال شي واحد كان خدام عنده وسيبو، وهادي وسيبو، هادي راه كتقيس. خلي دابا المرض ماشي بالمنطقه انها يصرف كتقيس الكرامه الانسان.